سلاو ویان بینره کانال سما هفوینا ما ایرو سبارت بابته کی گلکی گرینگ دنا وجوا کی ازید اب گرمی ده ته بحث کرن میوانی ماجی دکتور فارس کتی شورمندی جواتا روحانی د گل مدیا دکتور تو گلک بخیر هاتی دکتور اگر تو ما بیجیش بچین ها اف بابته نخت جنی اب گرمی دنا ازیادت ده ته بحث کرن زور سپاس بو درفت براستی اف موضوعي نختة نختة جيني نيزدي ايرو بويا موضوعي شارعي التفاقية يزديدة او جيك بدي تنامنش بر نختة اينة يزديدة يعني جفاقية يزديدة كريدة زيرة وكم زانن هو سعر زير جي قالك بهابو يرسو كيدا يعني حدود 100,000 دكتور بوچ جي دايب زيري بيا راستي يعني حكام باري خوابني الاينة يزديدة چيك يعني ميثولوجي و كولتوري ازديا وكجفاك يعني جيك هرف وك فلسفة دينية ازديا جيني هر جيه خوا يعني الازديا تيده هبو حتى مرحلة كي قد يعني جن بويا خداوان جي الازديا تيده هر وهال جانب ادبي وفني وهمو جوانب هذا جيني يعني جيه خوا هبو يا مكانة خوا هبو يا فأسبين موك ريز گرتنه كي بو جيني احتمالة نخت جيني السردامن كيفن ده بزيري بهات بيا گريدان و وگاهی لسر وقتی برای زیر بود وگاهی بیا درف. اب خوب زیریت تخمین کردن، بس پشته اینکه ما برام بری و زیری چند بیت مبلغ، اوی مبلغی دن وقت نخ. وگاهی نخته جنی به های زیری دیگهی تکه داره. چارده هی واهشت سال 2009 جفات روحانی سر ویدامی سردمی خودجی رادی میر تحسین بکنگ میره ازدیان بو کنبونه که برفره هاد بویا کرن وی وقتی بریار هاد بویا دان گو نخت جنا ازدی 75 غرامت زیر عیار 21 بین زیر جی گلک نوعی زیری دهین وان تحدید کر بو گود 75 غرامت زیری عیار 21 اش سال 2009 و تقریبا او بريار بو نيفي ازدياد اما چند ملاحظات بسيطة بو نوشيك يعني وك ازدياد ما يجدر في والات مثلا وان ناف خود نخته جديدة انا بو التزام بو نتها تاكرن شيك بو چي غورين سرها تاكرن خود اس يعني صديسات نا اكيدن بس با تروش الاحتمال جدر في الاوروبا فرقش في داري مثلا چيد بي وقتی زیری ارزان بول باوان 75 غرام ند بونه مبلغی که وسا اوان از بیجن بخوا مبلغی که چند هزار یورو دانه بوده باوسا چید بد چو سزایم ورانینن مثلا لسر وی بریاری نمان او بریاره وی وقتی هندک جهات دیج بخل داخل عراقی جده جبلی ایز دینج دربه هاتبون دا خوازی اش رحمتی میر تحسین بکر بون گد ریکه بدوان او خو عاده یعنی وخت افتن دانان اف نرخ یعنی قیمت نختی تت دان او وک سقف بلند حد الاعلى تت دان هک چند شوي کیم تربه یعنی تت مبارک کرنو بین گا بک باشه خطوه کا باشه په نمونه هندک عشيره شنگال کربونه 25 غرام زیر موافقه میر تحسین با گو جواتا روحانی و دم یعنی نه هفتی پیجو باشه معنی چه ناف جوا که ازی دا همو بگشتی لسر ایک بریار بنا بیک اینان چاوا چه دا بتندک جه جدا بنجی دی آتوانی بریار گرنگی او بریار چه دا اهمی او بریار یا مهم او کس دا خواستش بو نمونه او چوی هفتی پیج غرام زیر بتر نگه بله بس هک ایک کم تر بک یعنی جبات روحانی جد رادین و دعای جیرت کن جبر یعنی کم تر عمو و کاری کاری ابو طرف دینا دکتر وکی بحث کن وگاهی رش نویسک و ادنا بینا مستشارن از دید دهه تنویسین اول رش نویسا چی تده هاتی نویسین اگه هیتی چی حدیا چی دیار بود دام درسته او جوات روحانی بری چند روز حضور جناب میر کمبونه کربون او کمبون جی تایبت بو موضوع نختابا که نخت ببنه چند براستی چند پیش نیار ها بون الوی کمبونه بخودا او یعنی او اکم بری خوابنه او فتره چوی چند عشیرید مین ازدیا او خواه نختی کم کنی ناف خواده اید کنی 25 غرام زیر فجبرو چنده يعني جواتا روحاني دا نبتا مشكلة دا نا عشيرة كي 25 من ايكي 75 من وبشتينجي يعني وقت زواجنا بيناوان دا چيد بي مشكلة در كابن اوان ديت دي محاولة كن توحيدك بيتا كن دي تشتاقي تحديد كن بس اجبر يعني زواج نبتني نختا يعني كان باري خوب اني دي شراكة كنا بين هر دو طرفات دي عمري خوي ماي بيقر قديني فدا او بروسي ناجح بي سر كافتي بي
جباتا روحاني ديت يا باش اوا اش همو منطقين ازتيان اش هيئة استشارية جباتا روحاني چن مستشار هاتين تحديد كرين اش همو منطقين بحشي وبعزاني حتى شنغالي همو منطقي دي ازتيا بيك فارونين مسوداكي تشيكن راشني بيساكي تشيكن او جيك چندين يعني بندو ما داب خوفت كرين نبتني نختا يعني سن الزواج مثلا چند بي نخت چند بي هكي حالة الطلاق تشيب وچاو تعامل قلبي تكرين حتى أنا كيف جاوي حدي مثلاً إن شاء الله حالتك الطلاق شو يعني هكر مثلاً سعر يعني نخت جلك كم بكن احتمال إك مثلاً جنا دوي بيني احتمال جنا خوا أول الطلاق بدأ يعني احتمال السبب يتوسط شيء بالنسبة لها كقيمة نخت جلك كم بو أوجك يعني احتمال تأثير أخوها به فدي محاولة كن وين مسودة ده يعني شها مو جانبها بحل بكن يعني أمبار جراني إيش سر ماله كرك راكن يعني وقت نختي كاتشيكين بكين بس هر وقت إذا أما حاول يمكن حقوقي كاتشكي جد باراستي بالنا مثلا ببتش بقافيك نافا سوشال ميديا إذا متبينن قالك كارتي كرناك ما ظن الجفاكي تتاكرنش بركو كاسكي هي مثلا دي قالك مزاختناكت مثلا دي زيري بترشيكت بو هفجينا خويان جيدي قالك مزاختنت دعواتكت و إيكي ديت برامبر ده هي ديتت نفسي حالتي جافليكت وبلكي او دهات انها بتجي تنابي ني سوشيال ميديا شي كارتك انك قالك ما ظن جفاكي كريا التاكيد ثاني ام يعني دفت ام باشي بريخه بنبي موضوع يعني تشاو بده تحليل كرن يعني كساكي بيتشيد بامكانيه هيا كتشاو زير شباله خرب بكري تشاو دعوه تخبك او تشتكي شخصي جريداوي او امكانيات دهين يعني كش خدي عادل ترنينا بس مثلا بين بشر ده هناك جد زنجين هناك فقير هناك امكانيات دوان فرق نش امكانيات دي هريك امكانيات تخاين ففتشتاقي نورمال هيك مثلا جالك زيري جنكا خورا بكر يان يعني دعوتا خو خوشتر بكش دعوتا دي يان يعني مهوان دوية دعوتي بتر بنجيك دي ام نكارن بجنا خلقي دعوتا خو إلا تهو صابكي بس ما البر الفي مسود دي ده ام او موضوع يجي ويبابات يجي محاولة بكن هناك ريك ابني قلت مثلاً وقت إيكي زنجين إمكانيات هابن أو قالك تأثير الإيكي فقير ناكا قلت إمكانيات نابن أم دي وقت توصية محاولك إنوي مسودة ده هابي قلت إسراف نايتاكرين يعني تشتي تزيدا نايناكرين أو تشتي معقول بيتاكرين هروها خالك ديجي قالك مهم هاكم باري خوبني يعني أفجفاكين دين دورو بارين ما قالك شي دعوة تدخل نايخنا يوتيوب هركاسي كاربي باري خوبني يعني نايخنا سوشيال ميديا أم دي محاولك إنوي مسودة ده أف خال أف جي إيكيش بنودة دوي مسودة بي بس بوزانين بو ديار كرين أب مسودة عم النبي سنة بريار تني أم أو هاي استشاري أو كسانة دوي مسودة النبي سن وكاري كاريك بو جفاتة روحاني دي تسليمي وان كن بشتين جي جوامي رب چه ميكانيزمي كنا بريار الكل جفاكا إز دي مناقشيت كن كنا بريار أو عاي ديوانا كادي چاوا أبي يعني قرارك يرسر دريان نادن بس يا أما مدفب شوازكي أكاديمي شوازكي قانوني أم كارب أن تشتغي منظمة شيئاً خدمة عملتي خابكين وكده هتا تحدي مثلاً كيش فقارج فاني تسبح سيد كم تبنا بريار نابنا بريار أو عادي جفاتة روحاني بس أب بابا توكي من قوتي أم دي اقتراحة كتيدة دين قوت إسراف نيتكرين إسراف أمي شولت كن سريش أم ناقشتي ناوي دي بس دي محاولة كن مثلاً إسراف نيتكرين دعوت نينا بلاوكين سوشيال ميديا ده هكر وكم زان يعني اليوتيوب جديد تذكاري دعوتا خداني بس تلينكي تحديد كي خلق باري خبدي يعني نهم عالمك كاربي باري خبدي يعني هندك تشت بين التحديد كرين قد وقت تمصر بدعوتا خبك يوتيوب جديد بس بريك داينا يوتيوب تبزاني بكي خلق كاري باري خبدي التكستيت ميد دينيتا تكستي ميد دينيتا جي تكزيل سر هندك بابتا هاتيه كرنا سر بابتا نختك كي هاتيه ديار كرنا براستي يعني بحثتك يعني هندك خاصة البحث كتابة جلوة تتك يعني بجين سابقة حفتي كتابة جلوة شيخ حسن كنت أمبيزدي بجين شيخ حسن كنت إذا هاتي ديار كنا ندفين نخت يعني قلني كتشا إزدي نهو نيف متقال الزير بن ودفيت أو كتشا جيك عمري وهجدة صال بن ودفيت بدو شاهد موجود من وقت يعني هو دي بروسة يا خزقيني تتكرين يعني تتخواستن شيء كرا بس مشكلة ما الشدية أو كتابة ما يجل ونما يعني الوان فرمان بسري ازديادة هاتين أو كتاب نما هندك نصوص هينة أو نصوص الشك السارين هندك بجين أب نصة دسكاري تدهاتين هندك بجين نصة أصلينة فوقت الزاني ازدي القلق وناغت
یه تراژدی در باس می‌نگه گلک فرمان سری ازدیاهاتی نکردن فش بر وی چنده یعنی بحث کری و هر کریدای زیرجی هر سروی دامیجیک بس نه اکیده بس وقت جوات روحانی اش بر هک تو بری خواب دیه میرو باب شیخ و پیشیمام هر یکی جی وقت نوناراتیا یعنی اختیاره یک جوان يعني كسايتين يعني وكي اختيارين ازدياين بري او تاك سردم جلوه نويسين او كتابت شكرين يدي ازديا هر يكي جوان جي باعتبار وكيل يكي جوانا يعني مادم وان سروي دمي بزير وغيري دابو و تحديد كربو افجيك نوهوان جي صلاحية هي بزير وغيري دونو سعركي نو تحديد كن يعني وقيمتك نوش نختي جنيرا باشا بوان كسين اوين كاتو خط بن عمري هجدا صالي دادنا شو بوان ومشيد بيجنا قرهاتو هم بيحسيان جبركو في قافي وكتا قوتي تيكستي ديني دا ممنوعة هش دا صالي وصرع أم تصاني أم نابجن ممنوعة بس هكا بخول قانونا عراقي دا بجن من أكمل 18 يعني أو هش دا صال تمام كنين بويا نوز دا صال أو تكاري بريارة خوزاوة جيب دا بس هتشي عمري وشانسة صال جيبن هف دا صال جيبن هكر بفي زواجبك هكا بابي موافق بتكاري زواجبك بخل قانون عراقي جدا يعني شانزه هفده سالجي بس بچه تقريرات طبي وموافقات قانوني دي كتابك يش محكمي بنو بابي موافقة سرفي چندو دي تقريرات طبيين اكا انهرتو الطرف مؤهلين يعني هندك او دي زيدة دهين بس اوه هجدة صالي او دفت يعني انسانكي بالغة او بخوت كاري بريارة خواه زواجب ده فالفي مسودي جدا ام جدا محاولة كن يعني سياقك قانوني ده يعني بموضوع حل بك باش دكتورة قرهات وأفبر قرهات دان و... وناخد يعني غرامة زيري تحديد كرن وندك كسا بيجري بينجر سزايك تشتك دي بوان كسا هابت تصاني جواتا روحاني جواك آيني جواك آيني عادة يعني أختي بريارك يدينش مصلحة خلك خورة بس وان يعني نتو بيجي حكومته مثلا دي كساكي عقوبكين يعني ويديكين بس ال 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 الأبي مسألة زواجي ده هكا إشكالية شنبي يكي التزام جي بينا كربي وزواج هاد بيه كرين هكا إشكالية شنبي نروجيكي أو نافينا خدا يعني أو خد يعني نجايز وقت مرجعياتا ديني تشتاقي بكبريار وموافقات جواكيز دي مفروضة هم التزامي بيبكن بس هكا حالتك شبو التزام بينا هاتا كرين هكا روجيكي إشكالية كجوي حالتك شبو عادة إذا دي زفرنا جفاتا روحاني زفرنا مير وبابا شيخ داوان إشكالية حال بك احتمالا بوقت ندم تعاون مقالوان الجبر برياروان إشكينا عندي نبجيوان ناكرين يعني أبدا كارتي كرنا خول سر جفاكيك هروها الزواج دا احتمالا أو إشكاليات شيد بي طلاق بي بونمونا فما البر الفي مسودي دا محلك إطارك قانوني بو طلاق جدين يعني احتمالا مبلغك بتتحديد كرين وقت مؤخر وقت ضمانش كتشكيرة لأنه هكا من دي نختيكين بكن أو بمصلحة كركية الكالتوري ما يعني هندك آينا ده هيا مصارف الدعوة سر هردو طرفين يعني كاتشو كر هردوك بس الإزدياتي ده سرخي كركية بتر فوقت من نختيكين بكن بمصلحة كركية فدفيم هندك ضمانة برخي كتشكي جيد أو بكن أو جيك نا يعني باشروجي مشكلة كبسيط بيت الطلاق دان فدفي ضمانة تدويجيها بن وقت مؤخرك تشتك بيت التحديد كرين أم دي بيشنيار كنو إن شاء الله بلكي أوجي ببنا بريار دمت هيت التحديد كرين سوزك تشتك دي هيت دنا بروان كسان أم أنا دي كومبونك هيت أساس دان دنا همو تاخو چينت إز ديادا ودي بريال سرد دان وقت بريال دن دي سوزك تشتك هبت صديصد دي ميكانيزمك هبي أو بشتيب مسودة نوكي مرحلة يكي برهف كنا في مسودة مرحلة دوية أو مسودة دي كابا بردست جفاتة روحاني أو جدي مناقشيك بشتي أو دينا قناعي أنه في مسودة درستة دو ميكانيزم المقترحان إيك شيك أو مسودة بيت الطابع كرن وبيت وزع كرن السر قندي نيزديان هن الشيوخ عشائر ومختاري نيزديان أو لقل قندي تخروني ومناقشي بكن والرأي أخو بيجن يعني جيك يا دوي كومبونيد مازن البرزقال علاش بينكرن او خلق بيتاوي دار ومير وجفاتا روحاني قالوان روني ومناقشه بيتاكرن وقت تجينا الصياغه نهائي او خلق موافقه خو سرد بيتا بريار فالتاكيد او خلق جد بنا جزء كيش جوي ضغطي السروان مالين هكا التزامي في قراري لكن يعني وقت مرجعيه ديني متفق به وشيخ عشيري جيان مازنوي قندي وقت ناحية جباكي جي متفق بي يعني بهورناك قالك حالة يعني دركب نشوي إطار يعني بلين
دكتور دمهي اخفتنا تاگرد ما بيجدد بچي سر زيده كي سر بي بابتي بگهين يا خلقه براستي مدفت يعني هكر بابت بو بريار سيفيت كم خلقه ما يعني وك يعني ملتزم بن بريار مرجع يا خويا الديني هر وها براستي يعني الوضع حالي ده قد إز ديني كين مثلا إش ناحية نختبة هر منطقة كين نخت جدا جدا هنا وهر وها وضع إز ديا يعني جفاكي جني مستقرة هنا كل كامبان هنا كتشينش دربة ولا تنا كتأون فهر بين جابا كبيتا فيتن بو يعني التوحيد كرنا ناب مالا إز دي تشتاقي باشا فس هي فيت كم همود هاري كار من هر وها أفرو شنبيريد ما أف يعني هر إيكي فكرك هبي أبكار بيجينا ما أب لجنة أم في رشني في سبي مسودين نبي سن ده ممنون بني يعني ده استفادة جيك ده بقوة ببيع في مسودة. هي فيا بابا تشي جه ما فاي بد بو بينا رانجي وما قاري بتشتكي بجهين نوان جالكس باز بو هاتنا تاو ميبان تلاتة جيسا. سرچاوان.